طيب عدنا مرة أخرى. فواضح جدا كيف هذه الصناعة الجديدة في القرن 21 بدأت تتغير بشكل كبير جدا. لذلك حتى هنا في فيرجينيا لما جينا نلاحظ بأن هذه ولاية كانت من أغنى ولايات في 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 الولايات المتحدة الأمريكية قبل كاليفورنيا، كانت صناعة متقدمة جدا. هي طبعا قبل صناعة الفحم، صناعة الفحم كانت كثير الناس يعني الشركات أصبحت غنية جدا يعني. ولكن لما جاء اكتشاف اللمبة، هذا كلام من قبل في القرون السابقة أعتقد 1400 أو 1700، شو مثلا. مهم لما جاء اكتشاف اللمبة والطاقة البديلة وكذلك، وبالتالي فيرجينيا بدأت تخسر كثير. الشركات اللي هي كانت تركز على صناعة الأدوية وصناعة الفحم ولا تريد التغيير بدأت هي تخسر، وبعض منها أغلقت أبواب. أي معنى أن الناس خسروا وظائفهم، الناس خسروا استثماراتهم، شركات يعني غلقت أبوابها. لكن الشركات التي استطاعت تنقذ نفسها هي التي تمشي مع متغيرات العولمة، متغيرات العصرية. وبالتالي لما بدأوا يلاحظوا أن هناك بديل للفحم بدأ يأخذوا يسحبوا تدريجيا استثماراتهم في الفحم وانتقلوا إلى الطاقة البديلة وكذلك الصناعات الأخرى. لذلك أي شركات عصرية اليوم، أي شركة تعمل في أي مجال، لابد من لا تتمسك على التقاليد وتتمسك على النظام القديم ولا يريد التطور. لابد التطور مهم جدا جدا. لذلك لابد يكون في تنسيق مع جهات أكاديمية في على أساس كل شيء جديد فيما يتعلق في research and development، أي يعني إجراء أبحاث وتنمية، يعني development تنمية. فكل شيء ما يكون شيء مستجد الشركة هذه تطبق، وإذا لازم تغيير صناعتها في من أجل التطوير يقومون بذلك. لذلك حتى المصانع تقوم بتغيير معداتها، تغيير التكنولوجيا، تغيير آلية عمل المصنع وكذلك جميع صناعاته. وهذا هو ما يسمى بالعولمة، هذا هو التطور. إذن لا يعتبر تحدي، هي عاصفة التغيير. يأتي جيل وراء جيل، يعني جامعات تعمل في عملية إخراج كوادر متعلمة مثقفة، وهذه كوادر منهم على درجات ماجستير، بكالوريوس، دكتوراه، هم كوادر مطلع على كل مستجداته، هم باحثين، هم علماء، هم يعني يكرسون حياتهم من أجل التطوير، من أجل اكتشاف، من أجل. لذلك لما يكون هؤلاء الباحثين والعلماء سواء من فئات خريجين بالبكالوريوس أو بالماجستير أو بالدكتوراه، حتى الذين ما شرط يعني حتى الذين غير متعلمين لديهم قدرة، يعني في بعض الناس يحققوا يعني إنجازات علمية رفيعة وما أساساً كان ما استطاع وما ما حظوا إنه دخلوا جامعات وينالوا شهادات علمية. لكن الشهادات العلمية هي وسيلة تسهل على الشخص بأن يحقق بشكل أسرع عن الشخص الغير اللي هو المتعلم بدراسات أكاديمية متطورة، يعني أي متقدمة. وبالتالي شركات الأدوية لا حان الآن نحن ننصح هذا الجانب، نقول نحن ليس ضد شركات الأدوية، ولا نعتقد هناك من ضد شركات الأدوية، بس هذا التغيير هي عاصفة التغيير التي تأتي في تغيير الإنسان، بحيث الإنسان المعاصر إنسان الذي يهتم على الرعاية الصحية، يهتم على نفسه بقاء صحي، وبالتالي حتى في عملية الوقاية، عملية الصيانة الذاتية، عملية الشفاء، عملية كلها تتم من خلال التغذية السليمة، من خلال ممارسة الرياضة، من خلال يعني عمل رحلات ترفيهية يعني تساعد على الحد من ضغوطات الحياة وال يعني هي ضغوطات العمل أو في التجارة في مجال اختصاص. لذلك الناس يسافرون، حتى سفر طبعا يعني سياحة العافية للشخص، يسافر يصرف، بس لما يسافر لما يغير جو هذا التغيير. لذلك شوف رحلات العالمية كلها عملية تغيير هائل جدا في تطور وزيادة هائل جدا في سياحة العالمية. يعني الإنسان المعاصر يصرف كثيرا من أجل السفر، من أجل التغيير، من أجل الاسترخاء، يذهب إلى منتجع يصرف،
يصرف يعني يروح سواء نهاية يعني عطلة الأسبوع أو يروح يسافر كسفر سياحي أو فترة معينة يجلس كم يوم، يوم يومين ثلاثة بعض منهم أسبوع شهر يصرف. لماذا يصرف؟ لأنه يريد يسترخي، يريد يعني يعيد إحياء نفسه، يعيد تنشيط قدراته الكامنة التي يمتلكها في عملية الشفاء الذاتية، تنشيط الدورة الدموية، تنشيط النفس يعني، وبناء القدرات الذاتية وإعادة يعني يعني الاسترخاء يساعد جدا خروج من ضغوطات الحياة التي يمر بها الإنسان. وكذلك التجمع الاجتماعي مثلا لما يسافر كأسرة سمين مثلا يساعد على أن ترابط الأسرية بين زوج وزوجة والأولاد يعني الأسرة كلها لما يسافروا مع بعض كرحلة اجتماعية، كرحلة تجمعهم وهي رحلة ترفيهية، وفي نفس الوقت تزيل أي عقبات أو اختلافات فيما بينهم أو ضغوطات النفس. والجميع يمر بضغوطات، حتى الأولاد يمر بضغوطات لما يشوفوا الوالدين مع بعض يعني يسافروا في منتجع أو في رحلة أو حسب إمكانية حسب، وبالتالي يصير في نوع من تجدد الطاقة، هذا هو التحصيل حاصل. لذلك شركات الأدوية حان الآن نحن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى لما نجتمع معهم، أنا أتذكر ما كنت في سلطنة عمان في كنت معزوم في حفلة، وهذا الحفلة يعني كان مجموعة ثلاثة ومخوان يعني شخصين ومخوان وأختهم ورثوا من أبيه مصنع صناعة الأدوية. لما جلست معهم بديت أتحدث عن الماء الساخن، قالوا نعم نحن نؤمن بهذا الشيء لأنه ثقافين كثير يعني، وبالتالي بدينا نقنعهم. بس قالوا طيب يا دكتور يعني نحن نريد هذا الشيء واحد، ايش يعني إيه ماذا سنفعل هذا المصنع الذي صرفنا فيه 12 مليون دولار امريكي في هذا المصنع في سلطنة عمان في جنوب البلد. قلنا حقيقة نحن لا نعتبر تحدي، بس انا اعتقد افضل ان تنظروا ان هناك كيف تتغير متغيرات العالمية، فاعتقد ربما اذا انتم تعلم في مجال الصحة بس ان تبدأ تغيروا ان تستثمروا في اللي هو الطب البديل الطب الجديد يعني، ونعتبر هذا هو الطب الحقيقي والطب الحديث في العصر الحالي هو الطب البديل الطب الشمولي الصحة الشمولية هكذا. فسكتوا ما قالوا شيء، بس كأن الموضوع يعني بدأوا يحسوا كأن في نوع من يعني الحاجة مليحة لدراسة هذا المقترح. وكنا في الفلبين مرة عملنا محاضرة وكان زوج وزوجته كلهم دكاترة يعني يتحدثون مع بعض كثير جدا. بعد خلصنا المحاضرة ندونا على كده الطرف قالوا طيب نحن عندنا عيادة والآن عندما تتحدث ماذا سنفعل في هذه العيادة، نسكرها؟ قلنا لا 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 لا، يعني ما تأخذ هذا الأمور بهذا الشكل، لا تفكر أنه مجرد خلاص بتغلق عيادة، يعني بتمشي مع التغييرات. يعني طبعا ذاك الوقت ما فكرت أقولهم أن طيب العيادة ممكن تتحول إلى مركز رفاعة وتظل أنت كطبيب متخصص في عملية التشخيص وتساعد الناس في عملية إعادة إحياء أو إعادة تنشيط جسم الإنسان حتى يستطيع في جسم ذاته في الصيانة الذاتية والشفاء الذاتي والوقاية الذاتية، وتستخدم الأساليب هي تتعلق بالرفاع صحة السيارة اللي يسموها سياحة العافية أو صناعة العافية the wellness industry أو the travel industry the wellness travel والأخير. فعلا هذه حقائق. لذلك حتى نحن نرجو من كل الأطباء، نرجو من الكوادر يبدأ يعني يلاحظوا هذه المتطلبات العولمة بأن طبيب المستقبل هو الطبيب الذي يراعي المريض ولا يعطي الدواء للمريض، هذا شيء واضح جدا. فإذا ليس يعني هذا موضوع يخرج من عندي، إذا معروف جدا وتفي عصرنا الحالي يعني. لذلك لما جاء هذا الوباء هو فعلا يعني مؤلم جدا، أثرت أثار الاقتصادية وتدهور وناس فقدوا خسروا أموالهم، خسروا تجارتهم، أسر بتتأثر جدا يعني الأثار مترتب على هذا راح تظهر خلال سنة خلال ست أشهر بعد انتهاء هذا الوباء بإذن الله تعالى. يعني حتى لو حصلوا العقار لهذا الوباء سيحتفل العالم، لكن نتذكر
ماذا سيحصل لو جاء هذا فيروس القادم وأقوى عن الفيروس الحالي؟ كما تحدثنا قبل كده أن هذا الفيروس يتجدد دائما، وحتى قبل فيروس كورونا قبل عام 2003 كان هناك فيروسات أخرى تسبب وباء، وباء يعني على مستوى عالمي، يعني هذا معروف معروف جدا. لذا لما جاء هذا الوباء فيروس كورونا، لأن بدأ المؤشرات تظهر، كان هناك نقول رسالة إلهية أو شيء، رسالة من العلماء يعني بأن هناك عاصفة تغيير، لأن طبعا كثير من المتغيرات في العصرية تأتي أحيانا، بعض منها تأتي بشكل عاصفة مثل عصر الإنترنت، هي عاصفة. يعني الإنترنت بدأ من كم سنة؟ بدأ من سنوات ضئيلة، يمكن 20 أقل من 30 سنة، 20 سنة الإنترنت. يعني أقول له هذه كل التغييرات، هذه الإنترنت 20 سنة، الهاتف النقال الذي مجرد جهاز بسيط لكن يحمل أشياء كل يعني كثيرة جدا، مجرد جهاز تجوال، عملية النقل المصارف والصرف ودفع يعني دفع فواتير يعني حجز السفر، يعني في أشياء لم كنا نتوقعها من قبل 20 سنة. هذا يسميه عاصفة التغيير، فجأة تغيير. إذا هناك شركات خسرت، بس هذه الشركات إذا توائمت مع هذه المتغيرات وتنسق مع جهات أكاديمية، إذا تأخذ هذا التغيير وبالتالي تعمل على تطوير أنظمتها وفقا للمتغيرات وفقا للمتطلبات العالمية. لذلك درجة الحرارة 118 المفروض 119 يعني هو مقرب ل 50 درجة مئوية، يعني أقل يمكن درجة واحدة. عموما يعني بس أنا أريد ألتزم في، لأن لما كنا أتحدث كل 20 دقيقة أريد أخذ كاس ماء ساخن، فالعشرين دقيقة الأولى كملت كاس واحد، والآن 20 دقيقة ثانية للأخيرة أحاول إن شاء الله أخلصها خلال 20 دقيقة، أتأكد أن كمان أخذ كاس واحد ثاني من الماء ساخن نص لتر، لأن لما أتحدث أستخدم طاقة اللي هو الذهنية. طبعا هذا موضوع ثاني، لكن معروف ان الجهاز الدماغي يستهلك اكبر نسبة للطاقة ويستقبل اكبر نسبة للأكسجين 20% و20%، وكذلك جهاز الدماغ يعني الخلايا الدماغية، المخ يتكون من نسبة 78% ماء، والهيدروجين لا تتحرك اي من الذرات الا يرافق الهيدروجين، وبالتالي عملية ان انا قاعد اتحدث وانقل معلومات وكل هذه تحتاج هذه اللي هي الوقود التي سميتها وقود الحياة، هالأربعة الماء الطاقة الهيدروجين والأكسجين. طيب وبالتالي أنشط حيويتي، لأن إذا تحدث كثير ولا ما يكون عندي لوك هذا اللي هي الوقود هذه الموجودة في الماء الساخن، ممكن سبب لي صداع. ما هو صداع؟ صداع يعتبر جفاف المخ من السوائل من الماء، وليس فقط الماء، يعني اللي هي مكونات مغذيات هي وقود، الوقود هي اساسا موجوده في الماء الساخن يعني كما اسلفته. ولهذا يعني هذا الفيروس يعني يعتبر جاب التغيير هائل جدا. لماذا؟ لان في بدايه لما جاء هذا الفيروس ما كانوا يعرفوه، وبالتالي كالعاده يعطوه المريض المصاب اللي هو المضادات الحيويه. ماذا صار؟ صار انفجار في الأعوية، صار حالات إصابات كبيرة جدا. فجاءت منظمة الصحة العالمية قالوا وقفوا لا تستخدموا المضادات الحيوية، خلينا نشوف هذا الفيروس لا يتقبل هذا. وبعد ذلك بعد شافوا أن تزداد حالات الوفيات حالات الإصابات، بعدين بدأوا يلاحظوا أن المصابين أكثر هم أشخاص اللي يسموه medical history، الناس عندها medical condition، أي معناه medical condition يعني الناس تحت الوضع الصحي، وضع صحي ان الشخص مصابين هم الذين يستخدمون العقاقير الطبية، يعني واحد عنده سكري وعايش على استخدام ادوية ضد السكر، او عنده ضغط ارتفع ضغط الدم وعايش حياته او عايش من فترة طويلة منذ اكتشف ان عنده ضغط الدم ويستعمل هذه العقاقير الطبية. وتظن يعني لان هي امراض مستعصية، هي مستعصية لان سوء استخدام الجسم يجعل ان جسم الانسان يعتمد على القرقير الطبيعي اكثر من يعطي مجال لجهاز مناعي ويزيد تقويته ويغذيه بالوقود التي تحدثنا عنها حتى يستطيع عمليه اعاده احياء الجسم، اعاده تنشيط وتخلص من هذا السؤال هو المرض او
الوباء او اي اصابه او اي حاله صحيه سلبيه. وبالتالي اللي صار الان ان كل الاحصائيات كل الاخبار كل المؤشرات ان الذين يستخدمون الادويه هم اكثر معرضين، المصنين اجهزتهم المناعيه ضعيفه هم المعرضين، ولما جاء الوقت يدخلوهم في حجر صحيه ما يستخدمون الادويه، يعني يستخدموا الاكسجين ويعطوه كثير من السوائل، السوائل يعني هو الماء يعني. حتى نحن بدأنا نتحدث يا جماعه الخير لماذا لا يكون ماء ساخن بدل يكون مجرد ماء؟ لكن طبعا الموضوع يتطلب وقت، يتطلب ان العالم حتى يتقبل. هم طبعا اليوم العالم يريد شيء مؤكد، شيء يفصل الخيط بين الخيط الابيض والخيط الاسود، يعني نقول بين الصح والحق، او بين الصحيح والخطا، بين الدجل والعلم. اي يعني فبالتالي نحن متفاهمين هذا الجانب، اذا العالم ما يتقبل سريع، هذا هو السبب نحن توجهنا في امريكا حتى يثبت. بس لا يمنع ايضا نتحدث في هذا الشيء، لان حصلنا جرعه اضافيه عندما وصلتنا ثلاثه من تجارب معمليه وسريريه على الفئران من تلك الدول العربيه، وتحت اشراف طبعا كادر من طالبات وطلاب يعني لورقه الدكتوراه. وتحقق هذا الشيء، وكان تحت اشراف تلك البروفيسوره الدكتوره وهي مديره الابحاث يعني، وطلعت نتائج مذهله جدا جدا بين الماء الحار والماء الساخن في كثير من فوائد الجهاز المناعي والتهابات وامراض اخرى، امراض قلبيه موجوده عندنا. اي جهه تريده نحن مستعدين نتعاون هذا الشيء، نريد منكم كل من يريد ينشر هذا ينشر، نريد التعاون، نريد جهات اكاديميه، نريد جهات ذات رسميه، حتى الحكومات تتعلق بالصحه يعني ايضا عشان ننسجم مع بعض من اجل الانسانيه، من اجل البشريه، من اجل الصحه العالميه، ومن اجل قضاء على هذا الوباء باذن الله تعالى وتوفيقه. فنرجو من الجميع يعني تكاتف مع بعض يعني. وايضا نزيد شيء اخر، فبالتالي حتى لو حصلوا اللي هو عقار لهذا الوباء، سيبدا الانسان المعاصر يبدا يتذكر اذا كان جهاز المناعي الذي جسمي يعتمد على عقاقير طبيه جاء هذا فيروس، هو كنت اصبحت انا اكثر معرضا لهذا الفيروس. طيب الشخص الصحي اللي ما يستخدم الادويه يعني اقل تعرض يعني وما يتاثر ممكن يحمل هذا الفيروس. طيب معناه ايش؟ معناه اني خلاص اذا لماذا انا اخلي جسمي كمعمل مختبري يعتمد على هذه العقاقير الطبيه؟ اذا كان خلاص هذا العلم، هذا العلم المعاصر، هناك بديل يعني. شخص قبل كده ما كان عنده ما عنده بديل، ما عنده خيار اخر يعني، مثل ما قال لا حول ولا قوه الا بالله تعالى، يعني خلاص يعني لابد ان يستخدم العقاقير الطبيه. لكن الان انسان معاصر خلاص فاهم واضح جدا وجود هذه التكنولوجيا المطوره في نقل المعلوماتيه والوسائل الاجتماعيه، كل هذه كلها تساعد في نقل الفكره توصل حول بلدان العالم. ايضا لذا نطلب منكم، نسال الله تعالى التوفيق لكم، وكل واحد من الذي يشاهد هذا ينشره ويقدم تجربته ويزيد. نحن اكثر من 500 تجربه موجوده عندنا، قدموا وخلي الاخرين كمان يتفائلوا، لان تجربتك هناك شخص سيقرا سيتاثر ما ايجابيا، ستكون انت وانت السبب في هذا الشخص استفاد. هكذا بطريقه هذه نجعل عالم افضل، عالم ينسجم مع بعض، بحيث ان هذه العولمه يعني كما تقول القريه الصغيره العالم، ان يعني اصبح العالم قريه صغيره